في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة من تفكيك شبكة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية تنشط في مجال استيراد المستلزمات الطبية وتمويل مختلف المخابر والعيادات. بالتنسيق الدائم مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم توقيف 3 أشخاص من عناصرها، أحدهم رعية أجنبية كانوا يقومون بتهريب مبالغ مالية معتبرة من رؤوس الأموال نحو الخارج عن طريق تسخين فواتير الاستيراد وتبييض العائدات الإجرامية. العملية أسفرت عن حجز كمية معتبرة من كواشف التحاليل الطبية منتهية الصلاحية، قدرت قيمتها الإجمالية بحوالي 2 مليون أورو. استرجاع 4 مركبات، هواتف نقالة، أختام مقلدة وفواتير، في حين قدرت المبالغ المالية المهربة نحو الخارج بحوالي 1,600,000 أورو، 75 مليون ياباني، ما يعادل حوالي 35 مليار سنتيم، مسببين ضررا للخزينة العمومية في حدود 65 مليار سنتيم. بعد استكمال إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملف قضائي وتقديم الأطراف أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.